من هنا مر الإعصار. أربع أسر وجدت ذاتها دون مأوى بين عشية وضحاها. فالبيت المكون من ثلاثة طوابق تهدم من جراء الأمطار الناتجة من تأثيرات الإعصار لبان الذي ضرب السواحل الشرقية لليمن، وكان لمحافظة المهرة منه الغرم الأكبر. العم علي أبو بكر أحد سكان الغيضة عاصمة المحافظة يروي مأساته عن ليلة النكبة. لما سقط البيت يعني في الليل، يعني لما جت الأمطار نزلوا الأولاد والحريم كلهم، طلعناهم فوق لمنطقة الجحي فوق. أيوة. يعني بعد ما نزلوا بنص ساعة سقط البيت، والآن البيت حسب ما تشوفونه يعني كل ما معانا تحت الإنقاذ، حق المطابخ والثياب يعني الفرش حق الناس كلها داخل، كل حق الأولاد وحق الحريم. الإعصار لم يكتفي بتسوية المنزل بالأرض، بل امتد أذاه ليطمر البئر الخاصة بالمنزل ويحرم الأسر من مصدر المياه الوحيد لديهم، وهو ما كان له أبلغ الأثر في تفاقم أضرار الكارثة. البيت هذا ما ندخله كل مي داخل، مي راح حقها الأرضية دي والبلاط. أيوة. البئر دي كنا نستقي منها كلها راحت، يعني خلاص انهدمت، كانت فيها ظفرة راحت حقها، والأسوار ذي حقها راحت كلها. ولكن نقول الحمد لله، يعني اللي عنده مقدرة يساعدنا، اللي ما عنده مقدرة. أسر عددها بالآلاف تقبع داخل المخيمات بعد إن جرفت السيول ديارها وتركتها أثرا بعد عين، وتتبادر إلى الأذهان صورة النساء والأطفال في فصل الشتاء الذي أوشك على الدخول، لذلك تتطلب عملية إعادة الإعمار إسراع خطها حتى تعود الأسر إلى بيوتها وينتهي شتاتها. أضرار كبيرة خلفها إعصار لبان على محافظة المهرة، ويأمل هؤلاء المواطنون أن تستجيب السلطات المحلية لنداء استغاثتهم. معتز النقيب لقناة يمن شباب من محافظة المهرة.